طيب نكمل المحاضرة. باك اوف وانتربوليشن. طبعا هذه الغرض الأساسي منها إنه أنا بدي أعمل تحسينات على الموديل. كيف بدي أعمل تحسينات على الموديل؟ بدي أستخدم أسلوب الباك أوف وأسلوب الانتربوليشن. تحسينات على الموديل. طيب نيجي نشوف مفهوم الباك أوف. إيش مفهوم الباك أوف؟ في كوربس معينة ممكن انه ما نشوفش هذا ال 3 جرامز اللي هو سكوتش بير درينكرز ولا حتى سكوتش بير ايترز. تمام، بوث انه هدول ال 3 جرامز الكاونت تبعهم زيرو. تمام، احنا متفقين انه التنين زيرو. ممكن تعمل إعادة صياغة للسؤال. هلا الانجرامز، سوري، الكاونت تبع الانجرامز هي عبارة عن عددهم في الكوربس اللي احنا لقيناه، صحيح؟ عدد تكرارهم. هلا إذا كان عدد تكرارهم زيرو، فإحنا ما جبناها. إنه مجرد إنه هي جملة بعملها تيست على اللانجويج موديل، وجيت حاطط الكاونت تبعها لقيتها إنه زيرو. مش موجودة. هذا لأنه احنا بناخذ الكاونت على الترين. فهي ممكن تكون موجودة يعني بس مش موجودة في التست مثلا. موجودة في التيست ومش موجودة في الترين، صحيح. في تمام؟ كوربس معين. كيف؟ في كوربس معين، هي كجملة عادي ممكن اه طبعا تكون موجودة. يعني معنى اه طبعا في كوربس، في كوربس بتمثل في اللغة. كوربس ما. صحيح. تمام؟ حقيت التنين هدول الكاونت تبعهم زيرو. تمام؟ حكيت انه السموثينج تبعنا انه يعني حتعطيهم نفس البروبابيليتي. السموثينج السابقه حتعطيهم نفس البروبابيليتي، حتعملهم نفس المعامله. ولكن الافضل انه احنا نعمل باك اوف للبايوجرامز. هاي مفهوم الباك اوف. الباك اوف انه احنا بنعمل خطوه تراجع الى الوراء، بدل ما كان في عندنا 3 جرامز نعمل بايوجرامز. ساعتها بيصير انه هذا الكومباينيشن انه برينك بير درينكرز وبير ايترز، لا بيكون في لهم. صحيح بالضبط. تمام، هذه ممكن يكون في لها بروبابيليتي اعلى من هذه، فبالتالي انه بيصير تمثيل اكثر يعني افضل لللانجوج. وهذا هو اللانجوج موديل، انه انا بدي اعمل تمثيل لللانجوج. تمام، فبالتالي الباك اوف متى بلجأ له؟ اذا كان ال 3 جرام الكاونت تبعه زيرو، ممكن نعمل تنعيم للزيرو هذا، بروح بعمل باك اوف، وساعتها ممكن يكون في عندي بير درينكرز اوكي موجوده، بير ايترز مش موجوده، فبالتالي بروح يعني بشكل عام بعمل سموث للزيرو اللي هنا غير عن الزيرو اللي هنا. هاي الفكرة في الموضوع، لأنه حكينا إنه السموثينج ميثود السابقة إيش بتعمل؟ بتعمل يعني بتعطيهم السيم بروبابيليتي إنه حتعطيهم اثنين أصفار. لكن لو إحنا رجعنا باك أوف لأوردر أقل في الأنجرام، لا هذه موجودة وهذه مش موجودة، فبالتالي هذه اللي بتضلها زيرو وهذه لا بتتنعم شوي. تمام؟ بنعم، مش هي البروبابيليتي تبعتها زيرو؟ الزيرو هذا اللي بنعمها، كيف بنعمها؟ بنزل تحت شوي، بعمل تراجع. ببطل اعتمد على الفيلم، بصير اعتمد على صحيح.
حيكون في قبلها كلمة مثلا صح؟ فهي هتكون مع كلمة قبل هذا في سيكونس ثاني، بس احنا نحكي على الجيفن اكزامبل هذا، انه ليس من العدل انه احنا نتعامل مع الجملتين هذول بنفس الطريقه، وليس من العدل انه احنا نعملهم تنعيم بنفس الطريقه. ايش التنعيم اللي يعني انه هم زيرو، فبالتالي حيتنعموا بنفس القيمه بناء على اي طريقه من الطرق السابقه اللي احنا اخذناها، انه حيتنعموا بنفس الطريقه. لكن لو انا عملت باك اوف، لا، التنعيم بيختلف. التنعيم تبع هاي يفترض يكون افضل من هاي. صحيح، هنا بالضبط. يعني احنا لسه كمان لقدام حتشوفوا الظواهر في اللانجويج. بعمل تحليل للغة من أكثر من 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 أسبكت، يعني من أكثر من زاوية، فحنلاحظ هذه الشغلة. طيب، واضح الباك أوف؟ بسيط. الانتربوليشن، فعليا الانتربوليشن إنه مش إحنا سألنا سؤال سابقا إيش أفضل أنجرام موديل، تمام؟ لما شفنا الجدول هذا صرنا قلنا ايش افضل انجرام موديل، بدي اطلع على هذا. طيب ليش ما نعمل كومباين بيناتهم؟ الكومباينيشن هذا بنسميه انتربوليشن، تمام؟ صحيح، بس لما انا بحسب انه البروبابيلتي انه فور جرام موديل، لكن الانتربوليشن في بعض الاحيان بحسب ل 3 جرام بس، بعض الاحيان الاخرى بحسب 4 جرام بس، او بحسب بويتس مختلفه اللي هي اللامدا. لاحظوا انه انا عندي بي دبليو 3 given i w1 w2، هي عبارة عن لامدا، هي عبارة عن الويت انه b3 لحال، تمام، زائد، لاحظوا انه هاي الكومباينيشن انه زائد لامدا 2، هذا الويت تبع البياجرام. هنا يونيجرام، حسبت البروبابيليتي تبع w3 لوحدها، هذا يونيجرام. هنا 3 given 2 بايجرام إلها ويت مختلف لامدا 2، زائد البروبابيليتي تبع ال 3 جرام اللي هي W3، هو كله W3 بس هنا لحال، هنا جيفن 2 هنا جيفن 1 2 بلامدا مختلف، عملت لهم كومباين مع بعض. والفكرة هنا ايش بدي اسوي؟ هذا الويت لا زوده شوية، هذا الويت لا قلله شوي، تمام؟ هذا مفهوم الانتربوليشن. ليش؟ لأنه الهاير اوردر language model في عندها نقاط قوة ونقاط ضعف، واللور اوردر language models عندها نقاط قوة ونقاط ضعف. الانتربوليشن باخذ نقاط القوة تبعت هذه وتبعت هذا. ايش القوة تبعت الهاير اوردر language model؟ انه هي sensitive اكثر للكونتكست، ولكن الكاونتس تبعتها سبارس، وهذا الكلام شفناه فعلا انه كل ما زاد الاوردر بتصير الكاونت سبارس. اما اللور اوردر الكونتكست تبعها فيري ليميتد، ولكن الريبوست القوه تبعتها بتيجي من وين؟ من الكاونتس اللي بتيجي، انه فعلا انه هي بتعكس انه قديش مقدار انه هي بتصير في اللغه، تمام؟ تمام يا جماعه. فهنا يعني كل واحدة لها نقاط قوه ونقاط ضعف، فبدي اخذ نقاط القوه اللي هي هنا، بدي اخذ الكاونت الروبست كاونت، وهنا بدي اخذ الكونتكست، تمام؟ خلاص؟ صحيح، اوبتمايزد، يعني حتكون اوبتمايزد. وهنا في اللانجويج موديل، في التول تبعت اللانجويج موديل هي في العدد انه كوماند لاين، بروح بمرر باراميتر انه انا بدي اعمل انتربوليشن ولا لا، والانتربوليشن بدي اعمله انه يعني هو لحاله انه هو يعني بيعمل لي الشغله هذه. نعم.
طيب recursive interpolation ايش مفهوم ال recursive interpolation؟ الويت هيستوري، انه بدخل الكونديشن interpolation بناء على الويت هيستوري. يعني اللامدا دبليو اي ماينس ان زائد واحد وهكذا لغاية دبليو اي ماينس واحد، تمام؟ انه الهيستوري تبع اللامدا السابقة جابت لي نتائج كويسة، تمام اوكي بخليها. اللامدا الجديدة جابت لي نتائج مش كويسة، فبالتالي انه لا بقلل الويت تبعها بهذا الشكل، فبدخلها من خلال هذه الفورمولا في الريكيرسيف ديفينيشنال انتربوليشن، يعني برضه لتحسين اللانجويج موديل، انه الانتربوليشن بيكون مبني على الهيستوري، تمام؟ والهيستوري هذا في بعض الاحيان بيكون، يعني في بعض السياقات بيكون افضل من سياقات اخرى، فبالتالي انه وي تراست سم هيستوريز مور ذان اذرز، وعلى هذا الاساس بدنا نعمل ريكيرسيف انتربوليشن. طيب نرجع للباك اوف. الباك اوف انه تراست هايست اوردر لانجويج موديل ذات كونتين انجرام، والمعادله تبعتها انه حتكون انا عندي الفا ان ودي. طبعا الالفا هنا هذه القيمه تبعتها اذا كان الكاونت هذا اكبر من صفر، مش محتاج تنعيم، تمام؟ ايلس بده يكون انه بده يصير في عندي هنا ديسكاونت فانكشن اللي هو تنعيم، فبالتالي هنا adjusted prediction model اللي هي الفا وهنا discounted، فبالتالي هدول عبارة عن two parameters، هذه بتمثل adjusted prediction model وهذه بتمثل discount function. فعليا انا فعلي يعني ما يعني probability يا اما بضربها بالفا يا اما بضربها بالdiscount، هذه عبارة عن value وهذه عبارة عن value مختلفة، تمام؟ طبعا بناء على الكاونت الاصلي اذا كان اكبر من صفر، او ايش الحاله الثانيه؟ انه يكون صفر. في كاونت بالماينس؟ اكيد طبعا. لا. حقيقة بدنا نبدا ندمج الامور، بدي اعمل باك اوف مع جود تيورينج. سابقا احنا حسبنا الانجرام probability انه الكاونت W1 W2 على كاونت W1. الان الجود تيورينج سموثينج بده يستخدم الادجستد كاونت، تمام؟ هذه بده يعمل adjust لل counts C ويخليها expected count بدل ما هي adjusted، فبالتالي انه بدل ما يصير في عندي count هنا بده يكون في عندي count star expected، وعادة بتكون القيمة تبعت ال expected أقل من قيمة ال count الأصلية، تمام؟ وبناء على هذا الكلام alpha W1 given 2 ايش بتسوي؟ الـ expected count W1 W2 بدل ما كانت count لحال على الـ count واحد. يعني بعبارة أخرى هنا جبنا ايش الألفا؟ الـ adjusted model اللي هي عبارة عن الـ predicted الـ estimated count الـ expected count على يعني استخدمنا فيها الـ expected count لـ W1 و W2 بدل الكاونت الأصلي، تمام؟ هذه الألفا. والدي إيش بتساوي؟ واحد ناقص الألفا طبعا السميشن، تمام؟ يعني بعبارة أخرى إنه جبنا الترم تبع الألفا وجبنا الترم تبع الدي. نشوف مثال للتوضيح.
أنا واثق تماما إنه بعد المثال حتفهم شو. طيب هذه البروبابيليتي تبعت البيج جيفن اي، فبالتالي ابيج الكونتكست انا عندي او البايوجرام ابيج قديش الكاونت تبعها؟ 3. A house a new تيجي بعد الاي 1 تمام. البروبابيليتي قديش مجموع هدول؟ 7. هنا 3 على 7 3 على 7 1 على 7 43 43 14. الجود تيورينج كاونت هذا بدل ما كان 3 صار قديش؟ سموثينج. ايش استخدمنا؟ استخدمنا الكاونت ستار تمام؟ فطلعت انه 2.24. الالفا ايش بتساوي؟ انه بناء على الفورميلا هذه اللي احنا شفناها انه هي الكاونت الاصلي تبع الكلمه تمام على اللي هي الجود تيورينج كاونت اللي هي 2.24 على 7 طلعت 32 وهنا 32 وهنا طلعت انا عندي 0.06 تمام. بس يعني بشكل يعني بسيط انه انا دائما بستخدمهم يعني كل الكاونتس اكيد طبعا حكيت هذا الكلام انه هي بوزيتيف، فبالتالي الالفا الحساب تبعها باستخدام هذه الفورميلا تمام. والدي انها بدها تكون انه عباره عن 1 ماينس السميشن اللي هي هذه المعادله. وهيك يعني بتصور انه يعني بسيطه على الاخر. خلاص نعم. ايش يعني الباك اوف وين صارت؟ نعم يعني انه القيمه هذه انه يعني للباك اوف الفورميلا هذه مش حكينا انه باك اوف وود جود تيورينج تمام. يبقى في هنا عندي ديسكاونت، الديسكاونت هي الباك اوف، والجود تيورينج انه انا في عندي الالفا. صحيح صحيح يعني انا بقلل من شيء صحيح لما نقص القيمه من الواحد كاني انا عملت باك اوف مش هذا القصد. نعم لانه انا قلل ايش عرفني انه ايش؟ أكيد أنتوا لو اطلعتوا على الفورميلا هذه
انه انا بحسب البروبابيليتي يا اما باستخدام هذا التيرم يا اما باستخدام هذا التيرم، يا اما بعمل ادجست للبريدكشن يا اما بعمل ديسكاونت. تمام؟ حقت يعني الديسكاونت فانكشن هذه انا عرفتها انه دي ان هي وكانه بتعمل باك اوف، هذا في حال انه كان انا عندي الكاونت اكبر من زيرو. تمام؟ فبالتالي انه بقلل شويه من الكاونت تبعه. اما هنا انه الالس هي معناها الباك اوف، انه بتكون انا عندي الكاونت بزيرو هي معناها انه انا بعمل باك اوف وبعمل ديسكاونت باستخدام هذه الفانكشن. صحيح. كيف؟ صحيح. تمام الأمور لغاية الآن؟ واضح؟ طيب بدي اياكم تصحصحوا معايا كثير كويس في هذا المظهر الجديد من مظاهر اللغة، وهو تنوع الكلمات المتوقعة أو اللي بنعملها prediction، diversity of predicted words. ناخذ مثال. أيوه بدأ بالمثال بشكل مباشر. كيف؟ هذا مظهر جديد من مظاهر اللغة بدنا نعمله تنعيم برضو. ظواهر معينة في اللغة بنحاول نحسن اللانجويج موديل عشان يمثل اللغة بشكل أفضل. بالضبط. في عندي بايوغرام، بدنا نشوف البايوغرام هيستوري للسبايت والكونستانت. تمام، كلمتين سبايت وكونستانت. هاجيت التنين هدول التكرار تبعهم 993. احنا بنحكي هنا بايوغرام. هاجيت اللي بيجي بعد سبايت في عندي 9 كلمات مختلفة بتيجي بعد السبايت. أما بعد الكونستانت بيجي عندي 415 كلمة مختلفة بتيجي بعد الكونستانت. واضح؟ إيش معنات تنوع البريدكتد وورد؟ هذه الخيارات يعني السبايت إنه أنا مثلاً إنه عندي 1 2 3 خيارات محدودة. بس في برضو مظهر تاني، إيش هو المظهر هذا؟ إنه من التسعة هدول أنا عندي إنه دائماً إنه بتكون متبوعة بأوف 979 مرة من أصل 993 مرة. وال يعني 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 كيف؟ بالضبط الإكسبريشن هو إن سبايت أوف، يعني بقول لي مش السبايت لوحدها 993 اوف بتيجي في 979 مرة من أصل 993. أي نعم إنه أنا عندي الكلمات المتنوعة محدودة، بس برضو في مظهر تاني إنه الأوف بتيجي في معظم الحالات وباقي الحالات إنه بس مرة واحدة، يعني اللي هو الباقي اللي هو من ال 79 لل 93. تمام، كله واحد 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 واحد. تمام، نيجي للكونستانت نشوف اللي بعدها كونستانت اند 42 مره، كونسير 27، هنا كونستانت اند كذا، هنا كونستانت كونسير قلق يعني دائم، كونستانت بريشر ضغط دائم،
زي اللي بيتم يعني ممارسته عليكم يعني. تمام، 26 مرة. والباقي من ال 415 هيوج تيل اوف سنجل تونز، ايش المفروض السنجل تونز؟ مرة واحدة 268 ديفرنت وورد. تمام؟ وين المشكلة؟ المظهر انه يعني من المتوقع انه انا اشوف بايجرام يعني انه نيو بايجرام ستارت ويز كونستانت اكثر من السبايت. تمام، يعني هنا السباي الكونستانت فيها تنوع اكثر من السبايت. تمام، هجيت هذا الدايفرسيتي يعني بقصد انه الاثنين بدنا نعملهم نفس المعامله؟ لا، فكيف بدنا نعملهم تنعيم؟ باستخدام الويتن بيل سموثينج، بياخذ بعين الاعتبار الدايفرسيتي تبع البريدكتد ووردز. كيف؟ ولا عشان كلمة حكيت انه التكرار تبعهم الاثنين 993 نفس التكرار بالضبط. بالضبط. صحيح. ايش بدنا نستخدم؟ بدنا نستخدم ريكيرسيف انتربوليشن ميثود. في انا عندي possible extension of a history W1 W2 لغاية N-1 موجودة في التريننج. انا عندي الان هي عبارة عن count انه W1 W2 W N-1 اللي اخر كلمة، وانا عندي هنا محطوطة النقطة، وانا متأكد برضو انه بالمثال حتفهم بشكل واضح. اوكي، انه الدبليو ان هذه هي عباره عن الكاونت لهدول. تمام، انه يفترض انه يكون اكبر من الزيرو، وعندي اللامدا باراميتر اللي هو 1 ماينس لامدا دبليو 1 2 3 دبليو ان ماينس 1، انه بيتم حسابها باستخدام هذه الفورمولا اللي هي عباره عن ايش؟ هذا التيرم، تمام، على نفس هذا التيرم على السميشن تبع الكاونتس. بالمثال حتوضح الصورة. يعني بدنا ناخذ نطبق على المثال تبعنا، انه انا عندي الان ان واحد زائد السبايت يجي وراها النقطة اللي هي البريدكتد وورد. تمام، فبالتالي حتكون عبارة عن 9. تمام، مش حكينا انه في انا عندي 9 كلمات مختلفة. تمام، على 9 زائد 993 بيطلع انا عندي بالضبط اللي هو التكرار تبع السبايت نفسها. والكونستانت ايش بتساوي؟ نفس الفكرة 415 على 415 زائد 993، فبيطلع انا عندي هنا البوينت 29. تمام، يبقى انا هنا في عندي 1 ماينس اللامدا تبعت السبايت، وهنا 1 ماينس اللامدا تبعت الكونستانت بتساوي هاي القيمه. تمام، وهاي القيمه، فبالتالي هذا بيعكس انه انا في عندي تنوع اكثر وين؟ عند الكونستانت. اما هنا يعني انه التنوع اقل، انه في الغالب انه بيجي اوف، اما هنا بيجي انا عندي كلمات متنوعه. تمام، وين الواحد ماينس لامدا؟ هذه هذا سموثينج للكاونت. صحيح صحيح،
يعني هنا يعني بدل ما يكون انا عندي مش يعني قديش السايز تبع الكوربوس، لنفترض انه الكور السايز تبع الكوربوس 100,000، البروبابيلتي تبعت سبايد قديش؟ 993 على 100,000، وهذه 993 على 1000 بالضبط. فهنا انا بدي اعمل بالضبط انه التنوع انه حتكون انه لا البروبابيلتي صار لها سموثينج، هذه صارت انه يعني مور بروبابل اكثر مع انه لهم الاثنين نفس الكاونت. طيب diversity of histories، بالضبط مش احنا حطينا النقطة زي هيك تمام، وحكينا انه هاي الكلمة وحكينا انه diversity of predicted word، هلقيت احنا بديش بدنا نطلع diversity of history الكلمة اللي قبل. ناخد يورك، هي بتيجي انه ككلمة لحال تمام، هي تقريبا انه نوعا ما فريكوينت في اليورو بارل كوربوس تقريبا 477 مرة، زيها زي كلمات تانية مثل الفود، نفس الفريكوانسي، نفس الانديكيت، نفس البروفايدز، كلهم نفس التكرار تمام. طيب حكيت كم مرة اجت نيويورك مع بعض؟ 473 من اصل 477 تمام؟ صحيح، يعني نيويورك 473 تمام، الباقي يورك وقبليها كلمة ثانية هيستوري. صحيح. ايش هو ايه؟ حكيت اليورك هذه تمام، انه ايش احتمال انه تكون انه كلمه يعني انه يعني انه يعني ك مش الـ مش الـ مش البايجرام هو عباره عن كلمتين تمام، انه هذه تكون الكلمه الثانيه اليورك، انه يعني انه unlikely انه تكون الكلمه الثانيه في unseen بايجرام يعني هو ما بيتوقع انها تكون انسين اصلا.
يعني بمعنى انه يعني في لو انا جبت البايوجرامز الانسين بايوجرامز، ايش احتمال انه اليورك انه تكون الكلمه الثانيه؟ صحيح unlikely بالضبط. فبناء على هذا الكلام بقول انه اليورك يفترض انه تكون البروبابيلتي تبعتها لو صحيح بناء على الهيستوري تبعها تمام، لانه بنفعش انه انا مثلا انه احسبها او اعملها معامله الفود والانديكيت والبروفايدز، لازم تكون البروبابيلتي تبعتها اقل ببساطه شديده تمام. واضح؟ ننتقل على سموثينج جديد. طيب الدايفرسيتي تبعت الهيستوري كيف بنعالجه؟ بنعالجه بسموثينج تكنيك اسمه نسر كي، نسر ني تمام؟ مش الدايفرسيتي تبع البريدكتد ووردز بنعالجه بالويتن بيل، اما الهيستوري بنعالجه بالنسر ني تمام؟ يبقى الـ probability تبعت الـ KN اللي هو الـ smoothing technique هذا بتساوي N اللي هو الـ count. لاحظوا انه النقطة هين وين صارت؟ صحيح على الـ summation انه N زائد الـ count تبع انه الكلمات السابقة تمام؟ طبعا الموديفايد هنا يعني ايش بروح بعمل؟ بروح بعمل انتربوليشن، انه اذا كان الكاونت اكبر من صفر بستخدم الموديفايد او الادجستد بريدكتد بريدكشن موديل تمام، واذا كان صفر بروح بيستخدم الديسكاونت. صحيح الموديفايد بيعمل انتربوليشن انه بين الادجستد والديسكاونت الالفا هو الادجستد بريدكشن موديل اللي هو الموديفايد نسلر ني سموثينج، والديسكاونت هو طبعا هذه الفورميلا للالفا هايست اوردر انجرام موديل تمام. كيف؟ لا لا طبعا لا طبعا، يعني انا حتى السلايد هذه انا كان ممكن ان انا اشيل لكم اياها، بس انه مجرد انه خليت لكم انه يعني انه الباراميترز هذه كيف بدنا نحسبها، هي الـ يعني توضيح للفورمولاز هذه كيف انه بتم انه صياغتها بس للاطلاع فقط، يعني حتى انا مش هشرح فيها يعني بشكل يعني مش هقول لكم انه هذه كذا وهذه كذا، لا بس انه مجرد انه انتو يعني في النهاية انه هاي الفورميلا تبعت السموثينج تكنيك هذا فقط لا اكثر ولا اقل تمام.
مين أفضل سموثينج تكنيك؟ نيجي للإيفاليويشن هنا. بنقيسها باستخدام البربلكسيتي. طبعا هنا استخدمنا لانجويج موديل، يعني اوردر مختلفة من اللانجويج موديل. مش استخدمنا جودي تيورينج ويتن بيل موديفايد نسرني وانتربوليتد نسرني. طبعا انا بقارنش هيك، عفوا بقارنش هيك، لانه يعني واضح تماما انه انا كل ما ازود الاوردر تبع الانجرام موديل بتقل البربلكسيتي. انا بدي اقارن هيك بالضبط. فاليونيجرام مين افضل؟ 96 97 95 94 الانتربوليتد نسر ني. نيجي هنا في التريجرام 62 63 61 59. لا هذا تمام. لاحظوا انه هنا بيكون اقل بعدين بيعلى شوي وبعدين بيكون اقل تاني، زي نفس هنا. يعني بمعنى اخر بنقدر نقول انه الويتن الجود تيورينج افضل من الويتن بيل تمام، والنسر ني افضل من هاي. يعني هذا بيعالج بس مظاهر معينه من التراكيب اللغويه. وهنا نفس الشيء، انا عندي 59 60 58 54، فبالتالي انه هذا افضل تكنيك في الانتربوليشن في السموثينج. لا لا لا، يعني حسب الكوربوس هذه وحسب اللانجويج بتكون. في بعض اللغات زي اللغة الفنلندية بتكون لا، الأمور مختلفة تماما، يعني التراكيب تبعتها مختلفة تماما عن لغات تانية. في بعض اللغات بيكون في تصريف للناونز نفسها. يعني على سبيل المثال أحمد، إحنا في عنا حالة عربية لأحمد، لكن الاختلاف هناك ممكن يكون أحمدوف إذا كان في صيغة مفعول به، أحمد يعني بطريقة تانية إنه إذا كان إنه بصيغة فاعل. فبالتالي لا، التراكيب اللغوية مختلفة تماما يعني. طيب نيجي لموضوع الإفشنسي. ايش مفهوم الافيشنسي؟ مفهوم الافيشنسي انه انا انه بدي 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 بالضبط بدي اتحكم في موضوع السايز تبع اللانجويج موديل. لانه اللانجويج موديل انا عندي بدي اركبه على اجهزه، الاجهزه هذه الرام تبعتها ليميتد، فبالتالي انه بدي اخلي الموديل هذا كومباكت قدر الامكان. وانتم بتلاحظوا انه انتم بتكتبوا، انتم في عندي تو مودلز، كاركتر بيست language model وفي عندي word based language model. يعني بمعنى انه اول ما اكتب مثلا ميم را مر، على طول بروح بعمل predict لبقية الكاركتر انه الكلمة مرحبا. وبعد المرحبا بعمل predict للnext word. بالتالي انه language model اللي موجودة في الاجهزة انه بتكون يعني في العادة انه هذه compact، يعني لانه تستخدم يعني بتكون اوفلاين على الموبايل ديفايس. لانه لا يعقل انه كل كلمه بدي اكتبها بدي ابعت على جوجل ايش البريدكت للنكست وورد. فبتكون انه في بعض الاحيان بحتاج انه تكون انه اللانجويج موديل انه السايز تبعها صغير. فكيف ممكن انه نصغر اللانجويج موديل؟ هذا هو الموضوع. هذا حكيت فيه حكيت المودلز اللي موجودة في أجهزة الموبايل ديفايسز. بتكون انه انا في عندي الجينريك موديل بنزل من جوجل بيشتغل اوفلاين، وفي نفس الوقت انه الموديل هذا بتعلم من الكتابة تبعتي تمام.
هجيت التعلم هذا اللي يعني بتخصص لحسب طريقه كتابتي انا. تمام. هجيت الطريق التحديث اللي صار على اللانجويج موديل برضه جوجل بتاخده، عشان يعني بياخده من جهازي ومن جهازك ومن ومن جهازها، وبعدين بتروح تعمل كومباين وبتنزل تحديث جديد، بتروح بتنزل تحديث جديد بالضبط. بس هذا موضوع تاني، يعني انه الفكره في الموضوع انه طب هيك انه صار في يعني بريك للبرايفسي بشكل كتير كبير، اذا كل الستايل الرايتنج ستايل اللي موجود عندي انه صار موجود عند جوجل، جوجل بتقول لا انا بستخدم اسلوب تاني اسمه فيدريتد ماشين ليرنينج، انه انا باخذ الموديل ويتس، باخدش التكست اللي انت بتدخله، فبروح باخذ الموديل ويت هذا والموديل ويت هذا وبعملها كومباين بطريقه معينه وبيديني الابديتد موديل. بس الفكره في الموضوع هنا نرجع للموضوع الاصلي انه السايز تبع الموديل بده يكون انه صغير نوعا ما. الصغر في الحجم الموديل مش يعني الافشنسي هنا في الموضوع هذا مش بس في السايز، برضه في الكومبيوتيشن. لما اجي بدي اجي اعمل بريدكشن لما يكون الموديل كتير كبير بياخذ وقت اطول لما يكون الموديل اصغر. طيب عادة الـ language models ببنيها من كوربوس مكونة من ملايين لمليارات الكلمات، وعادة هذه احنا بنجيبها من الانترنت، يعني هذا الكلام يعني ببني language model من ويكيبيديا، من كوربوس تبعت الأخبار، من تويتر، بس لازم تكون انه huge corpus وهكذا. تمام. ولكن المشكلة انه الـ huge language model does not fit into RAM، فايش بدنا نعملها؟ بدنا بالضبط كيف بدنا نقلل السايز. خلينا نطلع على هذا الجدول. ايش بيحسب؟ بيحسب النمبر اوف يونيك انجرامز، وهذا اليونيك انجرامز بسميها سنجل تونز. عفوا مش السنجل تونز هي التكرار تبعها واحد، لكن اليونيك انه انا بروح بجيب ليست من كل الانجرامز بغض النظر عن التكرار تبعها. تمام. يعني لو كان في عندي كوربوس مكونة من تقريبا 30 مليون كلمة، 30 مليون توكن، عدد اليونيغرامز اللي موجودة في الكلمة هذه اليونيك اللي هي الفوكابلري 86 ألف. من 86 ألف قديش انه كان التكرار تبعهم واحد؟ 33 ألف، وهذا يمثل نسبة 38%. هدول ببساطة ايش بسوي لهم؟ شغلات تكرار تبعها واحد نادر، فبالتالي بطيرهم، فبالتالي انا قلصت الموديل بنسبه 38%. في حال البايوغرامز انا عندي تقريبا حوالي 2 مليون. تمام. قديش انا عندي سنجلتونز اللي هي البايوغرامز اللي التكرار تبعها واحد بس، الكاونت تبعها واحد بس، 1,132,000، وهذا يمثل نسبه 58%. بنلاحظ انه السبارسيتي بتزيد. تمام. كل ما زاد الاوردر تبع اللانجويج موديل. تمام. في التري جرامز عندي 8 مليون. قديش السنجل دورز؟ 6 مليون، 74 ألف، طيرهم. الفور جرامز 15، هنا 13 بمثل 85%، هنا 19 مليون وهنا 18 مليون، هذا بيمثل نسبة 98%. تمام؟ إذا أنا اللانجويج موديل تبعي 4 جرام، بشيل هذا، بشيل هدول، بعدين بشيل هدول، بعدين بشيل هدول. طب يا دكتور، انا شايفه نسبه 18 مليون من 9 من 30 نسبه كبيره برضه. هاجيت اذا كان اللانجويج موديل تبعي بايوغرام بس، ما هو البايوغرام بيعتمد على يونيغرام. تمام. فبالتالي بالضبط صحيح. نعم. ايش سؤالك؟ بقول انه نسبه ال 18، يعني عدد ال 18 مليون اللي انا حطيرهم مثلا بال 5 جرام،
بالنسبة لل 29 كبير، مش عم تقليل يعني، بتحكي عن أكثر من النص. 18 من أصل قديش؟ من ال 30 اللي فوق. يعني أكثر من النص. لا لا، هذه عدد التوكنز مش عدد الجرامات. عدد التوكن، وهذه عدد ايش؟ عدد الجرامات. 18 من 19. نعم. بتمثل نسبة 92%. فبالتالي بضل انا عندي ال 5 جرامز اللي التكرار تبعها انه وارد انه اكثر من، يعني مش سنجلتون، يعني التكرار تبعها اكثر من واحد. هيك بتقلص حجم اللانجويج موديل بشكل كثير كبير. طبعا عشان تفهموا الكومبلكسيتي تبع الموضوع، هذا التمثيل تبعها كديتا ستراكشر في الذاكره بتكون بهذا الشكل، على شكل لينكد ليست. انه انا عندي على سبيل المثال ال 4 جرام بيكون الذا، بحسب كل الكومباينيشن، بيجي وراها فيري، وبيجي وراها كذا وكذا 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 وهكذا. تمام؟ هاجيت فيري ايش بيجي؟ لارج، امبورتنت، بيست، سيريوس. تمام؟ واللارج ايش بيجي وراها؟ ماجوريتي ونمبر. وتلاحظوا انه كل واحدة انه في اقبالها للبروبابيليتي بهذا الشكل. تمام. والامبورتنت انا كم كلمة انا عندي؟ هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 وفي عندي نقط نقط نقط. تمام. امبورتنت قائمة طويلة من الاحتمالات اللي بتيجي وراها. تمام. يبقى هذا الفور جرام موديل. وهنا ايش بروح بعمل كمان 3 جرام باك اوف، بيجي بحسب الفيري. تمام. وايش اللي بيجي بيطلع وراها؟ وهذه البياجرام 2 جرامز باك اوف وهكذا. فبالتالي بحتاج لحيز كتير كبير في الذاكره عشان لما اعمل لود لللانجويج موديل، انه هذه البروبابيليتيز لما بستعلم، مجرد انه انا بدخل الانجرام موديل او بدخل السيكونس اوف تكست، بروح بحسب لي البروبابيليتي تبعته بشكل مباشر. تمام. هذا أول تكنيك. يبقى أول تكنيك إيش هو؟ بنطير سينجلتونز. التكنيك الثاني إنه أنا بدي أقلص الفوكابلري نفسه. كيف بدي أقلص الفوكابلري نفسه؟ بدي أروح أعملها تنميط، نورماليزيشن. تنميط، نورماليزيشن. يعني على سبيل المثال ممكن يعني أستبدل أي نمبر موجود بنم بهذا التوكن. فعلى سبيل المثال انه I pay this amount in May 2017. تمام. طيب مش احنا اساسا بنعمل المفروض للنص قبل ما نبدا في السيم ونضمن النورماليزيشن؟ مش هي مرحله موجوده اساسا قبل ما اشتغل؟ صحيح، بس هذا مستوى ثاني من 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 النورماليزيشن، من التنميط. انه انا بحاول اوحد التوكنز بطريقه معينه، والتوكنز اللي انا بدي اوحدها هي الارقام. اوكي. يعني مش قصدك انه هذه التاسك، هذه التاسك مش تكست كلاسيفيكيشن. اطير الارقام، اقول الرقم مالوش دعوه بالتوبيك او الكلاس تبع التكست هذا. صح. مش تكست كلاسيفيكيشن، هذا اللانجويج موديل. فلازم احافظ على الستراكشر، انه هنا اي باي، انه هذه لازم تستبدل بنمبر، ما ينفعش انه هي تطير. تمام. بس المشكله هنا انه عاده انه لو احنا حسبنا البروبابيليتي انه اي باي 950 في 2000 في 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 مايو 2017 اكبر من اي باي 2007 في ماي 950. اي باي 2007 في ماي 950. صحيح. طبعا هذيك اكبر، لما يعني اوضح انه يعني انه مور بروبابل، انه موجود مستخدمه اكثر في النص. تمام. يعني ما بيجيش حدا انه بيجي يقول انا والله في شهر مايو في سنه 950 وبحط على سنه نقطه، يعني فلوت بوينت، يعني انه كذا. فبالتالي انه البروبابيلتي تبعت هذه واضح جدا انه اعلى منها. حاجات لو عملت تنميط للنمبر، اي نمبر شلتها وحطيت نم بدالها، هذا حيؤدي انه البروبابيلتي تبع هاي بتساوي البروبابيلتي تبعت هاي، فهذه مشكله. فشو الحل؟ انه نعمل يعني كل ديجيت هيك، انا بعمل بريزيرف للباتر للنمط.
كل ديجيت بروح بستبدله يا اما بات او اي نمبر ثاني. يعني ممكن انا يعني استبدلت هنا اي رقم بالخمسات، فبالتالي هنا 3 ديجيتس نقطة 2 ديجيتس، تمام، وهنا السنة 4 ديجيتس، فبالتالي انا حافظت على باترن معين، باترن معين، نمط معين. لكن هذه الخمسات حتكون في كل النص، صحيح، يعني كل الارقام، فبالتالي انا قللت عدد البوكات في هذه الحاله بالضبط. فبدل ما يكون انا عندي في النص 2007 2008 2010 2013 بالضبط بالضبط، يعني بنستخدم رقم واحد بكل الارقام، صحيح، يعني ميثودولوجي، يعني كيف عندنا النمط لا صحيح، ما بيهمنيش الرقم بمعنى، انا بيهمني معنى الشغله. وفي غيرها بشكل كتير كبير، وفي غيرها انماط بشكل كتير كبير، يعني مثلا انه ممكن حتى في ترجمه جوجل لما بتكون كاتب كلمه جمله وبكتب رقم، ممكن ما الرقم نفسه ما يحطلكش اياه وانا بكتب النص، يعني بيعتبر انه مش مهم بالنسبه له ايش بكتب من الارقام. صحيح، ممكن انا اروح على مستوى ثاني، انه يعني انه هذه عباره عن منهجيه، وفي غيرها منهجيات كثير، يعني ممكن انا استبدل هذا الكلام كله بتوكن اسمه ديت، بس هذا برضه بيؤدي لكومبلكسيتي ثانيه، لسه بدي انا اكتر اعمل ديتكت انه هذا ديت، تمام، وهذه ماني، فبالتالي ليش؟ لانه لنفترض انه انا حكيت انا دفعت 2000 بدون فلوتين بوينت، فهل ال 2000 هذه انه حيعتبرها تاريخ؟ فبالتالي انه الموضوع لا، في يعني في تشالنج، يعني انه مش سهل الموضوع التنميط، انه بدي يكون في عندي تنميط، والتنميط هذا امن ما بخرب انا عندي اللانجوج بالمره، تمام؟ زي ارقام الموبايل لو او الايميل بات مثلا، خلص انه انا زي لما كنا نستخدم ايش يسمونها الريجولر، نعرف انه هذا ايميل بالضبط، تمام؟ طيب، ملخص هذه المحاضرة أو هذا الجزء من يعني المحاضرة، واللي أخذت أكثر من المتوقع بصراحة، يعني مش عارف، أنا كنت متوقع إنه أنا أبدأ في الباب اللي وراه، يعني بس إنه على أي حال، يعني إنه تفضل. عرفنا انه اللانجوج موديل انه بيقدر انه يحكي لي انه قديش انه سترينج معين هو عباره عن نص جيد في لغه معينه، تمام، وشفنا انه الماركوف اسامبشن، يعني شفنا الانجرام موديل كيف نبنيها باستخدام الماركوف اسامبشن، كيف اعمل ايفالويشن موديل او ايفالويشن لللانجوج موديل باستخدام البربلكسيتي، وشفنا الكاونت سموثينج، في انا عندي 3 طرق، تمام، شفنا الانتربوليشن والباك اوف برضو 3 طرق، واخر شغله انه كيف انه السايز تبع اللانجوج موديل كيف انه نحاول نقلصه قدر الامكان، تمام. في اي سؤال؟ يعطيكم العافيه.